أنا الدكتورة نادية حلمي، أنا مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، ومدير وحدة دراسات جنوب وشرق آسيا، بالإضافة إلى أني خبيرة في الشؤون السياسية الصينية. درست اللغة الصينية في جامعة بكين لمدة سنتين، ورسالة الدكتوراه زي ما أنا قلت على يعني على موضوع داخلي بيهم الصين، ألا وهو النخبة السياسية والإصلاح السياسي في الصين من 1991 حتى عام 2008. الحقيقة النهاردة أنا هتكلم عن موضوع مهم جدا، لأن كلنا بننظر للصين من ناحية اقتصادية بحتة، ألا وهي العلاقات الاقتصادية الصينية وأهم الاستثمارات الصينية الموجودة في القاهرة. في الحقيقة وزاد الجدل في الفترة الأخيرة بعد الدعوة اللي وجهها الرئيس الصيني الحالي شي جين بين حول إعادة إحياء طريق الحرير القديم. وطريق الحرير القديم ده كان طريق موجود من حوالي من 2000 سنة، وفي الوقت الحالي ابتدينا نسمع عن دعوات عديدة جدا جدا لإعادة إحياء الطريق من أجل تحقيق التنمية المشتركة لصالح الشعبين الصيني والعربي. في الاجتماع الوزاري في منتدى التعاون العربي الصيني الذي تم عقده في 31 من شهر مايو الماضي، تم مناقشة أو كان الموضوع الرئيسي الذي ساد المؤتمر هو موضوع طريق الحرير وإعادة إحياء طريق الحرير، واتكلموا على طريق الحزام الاقتصادي وطريق والطريق البحري في القرن 21 من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات في العالم العربي ولرفع النواحي الاقتصادية أو حجم التبادلات الاقتصادية لأعلى مستوى. في الحقيقة يمكن أنا كمان هتكلم على الزيارات الفنية المتبادلة والزيارات المتبادلة ما بين كلا المسؤولين العرب والصينيين، لا سيما وزراء البترول ووزراء التعاون الدولي، وزراء النقل والسكك الحديدية في الصين، ويعني بالإضافة وزراء الكهرباء والعديد من الوزراء الذين يذهبون دوما إلى الصين. ويمكن حركز كمان على الزيارة الأخيرة التي قام بها الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار الحالي. والحقيقة أن وكالة أنباء شنخوا عملت تقرير هايل جدا قالت أن أشرف سلمان خلال زيارته الأخيرة في للصين في السابع من شهر سبتمبر الحالي كان وكأنه النجم حاط به عدد كبير جدا من المستثمرين الصينيين والشركات الصينية، حوالي أكثر من 150 شركة صينية كان محور المناقشات التي دارت حتى داخل السفارة المصرية ببكين في ذلك الوقت. كانوا كلهم يتساءلوا حول الاستثمارات الجديدة التي يمكن أن تضخها الصين خاصة بعد ثورة 30 يونيو. ولا يجب أن ننسى أيضا الزيارة المهمة التي قام بها وفد كبير من رجال الأعمال الصينيين، حوالي 12 مستثمر صيني يمثلون كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات مختلفة، مجال الخدمات العامة ومجال الكهرباء ومجال التقنيات ومجال السكك الحديدية وغيرها. يمكن كان زيارتهم بعد 30 يوليو يعني من أجل التعرف على أحوال السوق المصري الجديدة وللتعرف على الاستثمارات المصرية المتاحة في الفترة الحالية. وبالتالي فإن الصين يعني ومصر ما بعد 30 يونيو تلقي شغف كبير لدى الجانب الصيني في معرفة الأحوال والتقرب إلى الصينيين. ويمكن الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الصيني الحالي خلال زيارته لمصر، وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الصين من أجل يعني تقريب وجهات النظر وتعميق العلاقات ما بين مصر والصين. كمان أنا هتكلم على طبعا الزيارة التي لا يجب أن ننساها، هي زيارة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الصين في الفترة من 28 أغسطس ل 30 أغسطس. أعتقد أن هي كانت أيضا زيارة مهمة، يعني ذهب إلى الصين وكان معه وفد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال تعدى حوالي أكثر من 80 رجل أعمال مصري بالإضافة إلى عدد من الوزراء. كان النتيجة يعني نتيجة الزيارة هو أن الصين تعهدت بدعم مصر بحوالي 450 مليون يوان صيني، أي 70 مليون دولار كمنحة لا ترد من الجانب الصيني، فضلا عن تبرع الصين بحوالي 300 سيارة إسعاف للجانب المصري.
ويمكن وقعنا بروتوكولات كتيرة جدا، وتم زيارة المنطقة التكنولوجية الحرة في بكين، واتعمل يعني حاجات كتير جدا في الفترة الأخيرة. والتوقعات بقى، التوقعات يعني اللي أنا عايز أقوله إن الاستثمارات الصينية أو الشركات الصينية حوالي 648 شركة صينية بتعمل في مصر في مجالات مختلفة، مجالات التكنولوجيا، مجالات الاتصالات، مجالات الخدمات العامة، مجالات البناء، الانشاء والتعبئة والانشاء والتعمير، مجال يعني تركيب الادويه ومركزات العصائر، وعدد كبير جدا من يعني من الشركات الصينيه تعمل في مجالات متنوعه. الاستثمارات الصينيه متنوعه ومتعدده، وهذا يرجع الى رغبه الحكومه الصينيه في دعم اكبر عدد ممكن من الشركات الصينيه في ضخ استثماراتها الى خارج الصين، وده طبعا بيساعد لدعم الاقتصاد الصيني. الاقتصاد الصيني بيحقق معدل نمو سنوي تعدى 10%، يعني وهذا وإن دل فإنه يدل على أن الصين تعد يعني في المرحلة الحالية يقال أنها تاني أكبر دولة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. يعني حتى أن معدل البطالة انخفض بشكل كبير جدا في الصين. كمان أنا هركز على يعني بالإضافة طبعا إلى الزيارات المتنوعة والاستثمارات، هركز على توجه مصر في الفترة الحالية في التوجه شرقا. والحقيقة أن مصطلح التوجه شرقا ده هو مصطلح يعني جديد وقديم في آن واحد، بمعنى أن أيام الحرب الباردة لما كنا بنلجأ للاتحاد السوفيتي من أجل المعادلة أو توازن القوى مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن يعني في عصر مبارك كان المأخذ الذي يؤخذ عليه هو أنه يعني قد يعني هو أنه لم يفعل شيء أمام الهيمنة الأمريكية، وبالتالي كان هناك تودد للسياسات الأمريكية والغربية. ولكن كل ذلك تغير خاصة بعد ثورة 25 يناير، أصبح يعني هناك خيارات استراتيجية أخرى وبدائل أخرى، ألا وهي التقارب مع الجانب الصيني يعني في إطار ما يعرف بسياسة التوجه شرقا. مصر كانت أول دولة عربية تعترف بالصين، وكان ذلك في السادس عشر من شهر مايو العام 1956. الصين سندت مصر في معارك كبيرة جدا. يمكن الصين بتؤكد على حق الشعب المصري في يعني في عدم التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام خيارات الشعب المصري، وتحقيق التنمية المستقلة أو الذاتية الخاصة به، وهذا هو موقف ثابت لدى الصين لا يتغير بأي حال من الأحوال. أيضا يمكن المواقف التاريخية كتير جدا، ويمكن في نقطة مهمة جدا يعني حتى قد لا يفطن إليها البعض، ألا وهي أن علاقات مصر الاقتصادية والتجارية مع الصين بدأت حتى قبل عام 1956، وهو عام اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية. كان في أغسطس عام 1955 كان وزير الصناعة والتجارة المصري الدكتور محمد أبو نصير قام بزيارة كبيرة جدا ومهمة جدا إلى الصين من أجل عمل اتفاقيات اقتصادية وتصدير القطن المصري إلى الصين، وبالتالي يعني في هذا العام ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى الصين إلى أكثر من 11 مليون دولار، وهو رقم كبير جدا بالقياس يعني بالقياس إلى تلك الفترة أو تلك الحقبة. أيضا في عام 53 بعثت مصر مسؤول تجاري بارز إلى الصين من أجل الاتفاق مع الصين لتصدير القطن المصري طويل التيلة، وهذا أيضا يصب في مصلحة الجانبين ويعمق العلاقات السياسية، لأن العلاقات الاقتصادية تصب أيضا أو لها مدخل سياسي أيضا في المقام الثاني. أيضا لا ننسى المواقف المشهودة جدا التي وقفت مع الصين في جوارنا وسندتنا، مثل حديث رئيس مجلس الدولة الصيني شوان ألاي عندما رفضت الولايات المتحدة أن تستورد القطن المصري. وقتها قال شوان ألاي يعني جملته الشهيرة إن الصين ترحب بمصر وترحب باستيراد القطن المصري طويل التيلة، ونحن أكثر من 800 أو 800 مليون نسمة صيني، وبالتالي فإن لو كل فرد صيني استخدم القطن المصري فإن ذلك سيفيد أيضا يعني سيغطي الجانب المصري.
أيضا لا ننسى دعم الصين لتأميم قناة السويس وجعلها شركة مساهمة مصرية عندما أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ذلك في عام 1956. الصين دعمتنا في 4 أغسطس عام 1956 أصدرت الصين بيان أنها تؤمم أنها تشارك وتدعم تأميم قناة السويس كشركة مساهمة مصرية. وأيضا بعد ذلك توالت ردود الأفعال الصينية بعد جلاء الاحتلال الإنجليزي عن مصر في 18 يونيو عام 53 وبعد بدء العدوان الثلاثي على مصر 1956 العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي. لا ننسى تلك المواقف المشهودة للشعب الصيني خرج ما لا يقل عن 500,000 مواطن في بكين من أجل تأييد حق الشعب المصري في الاستقلال ورفضه للعدوان. وقتها توالت المظاهرات الصينية في جميع أنحاء البلاد حتى أن بعض الإحصائيات القديمة تقول أنه خرج أكثر من 100 مليون مواطن صيني في جميع أنحاء البلاد للتنديد بالعدوان الثلاثي على مصر. الصين ساندتنا في مواقف كثيرة جدا وأيضا مصر ساندت الصين. مصر طبعا يعني كما ذكرت كانت أول دولة عربية تعترف بالصين في 16 من شهر مايو وبعد كده في 30 مايو عام 1956 كان هناك مذكرة تفاهم مشتركة لدعم العلاقات الدبلوماسية الكاملة على مستوى السفراء ما بين الجانبين. أيضا مصر ساندت حق الصين في استعادة مقعدها الشرعي الدائم داخل الأمم المتحدة في عام 1973 وبالتالي كان اعتراف مصر بالصين كأول دولة عربية تعترف بذلك كان ذلك هو الحلقة الأولى لاعتراف مزيد من الدول العربية والإفريقية والإسلامية بالصين. وبالتالي يعني الاستثمارات الصينية في الوقت الحالي كبيرة جدا. يمكن أهم استثمار موجود حاليا قمت بالفعل بزيارة المشروع مع عدد من طلبة اللغة الصينية داخل المركز الثقافي الصيني هو مصنع فايبر جلاس الذي بدأ من خلال موازنة تقترب من 1.6 مليار جنيه. تم افتتاح المشروع في ديسمبر 2012. هذا المشروع يعني ينتج كل سنة ما لا يقل عن 80,000 طن سنوي من الألياف والألياف الزجاجية والفايبر جلاس. والمرحلة الثانية للمشروع قد بدأت بالفعل يعني بعد ذلك ووصل إجمالي المشروع ل 160,000 طن سنويا. وبالتالي الاستثمارات الصينية متنوعة وتتركز معظمها في شمال غرب قناة السويس وهناك منطقة اقتصادية من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في عام 2018.